بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذا الفيديو راح نحكي عن الدومين نيم سيستم، أو باختصار ما يعرف بالدي ان اس. أول شغلة يعني to get started، خلينا نشوف يعني ليش إحنا بدنا الدومين نيم سيستم. إحنا كبشر عادة يعني يسهل علينا التعامل مع الأسماء المرنة والواضحة والسهلة أكثر من إنه نتعامل مع الأرقام. فعلى سبيل المثال بيتعاملوا معي بيقولوا لي الدكتور أحمد زعتوم، بيحكوا معي باسمي، سهل الناس يتذكروني عن طريق الاسم. لكن على الرغم من أنه الاسم هو أحد المعرفات اللي بتشير إلي، إلا أنه ممكن يتم تعريفي بطريقة أخرى باستخدام مثلا الرقم الوطني، باستخدام الباسبورت نمبر، رقم جواز السفر. لكن أيهما أسهل، التعامل معي عن طريق الاسم ولا عن طريق أرقام جامدة زي هيك؟ رايحين نشوف. الكمبيوترات نفس الإشي، إحنا نتعامل عادة مع الكمبيوترات على الإنترنت في أسماء، نتعامل مثلا www.cnn.com، www.amazon.com، cs.umass.edu. لكن من الصعوبة بمكان إنه نتعامل مع الكمبيوترات أيضا باستخدام الاي بي ادريسز، باستخدام الارقام الجامده اللي يصعب على البشر التعامل معها. يعني لو تقول لواحد اذا بدك تصل الانترنت انت مطلوب منك تحفظ الاي بي ادريسز لكل المواقع، هذا مش حل، وبين قوسين يعني للمزح مش عيشه انك تتعامل مع هيك ارقام. تمام، فعشان هيك بيطرح التحدي اللي بينطرح، والسؤال بينطرح إنه أنا إذا بدي أتعامل مع الكمبيوتر كيف بدي أقدر أعمل مابينج بين الـ IP address وبين اسم الكمبيوتر. اسم الكمبيوتر سهل أتذكره، لكن الـ IP address صعب. فكيف بدنا إشي يحول لي من اسم، يعمل لي name resolution من اسم لـ IP address. أحمد العتوم التعامل معه بالاسم سهل، إذا بدي الرقم الوطني لأحمد العتوم أو الباسبورت نمبر بدي أستخدم نظام أو داتابيز أو قاعدة بيانات مشان أسترجع رقمه الوطني والباسبورت نمبر. إذا بدي الـ IP address لمشين معينة لازم أستخدم الدومين نيم سيستم مشان يحول لي اسم الموقع هذا أو اسم الجهاز، يحول لي إياه لـ IP address نستخدمه في الاتصالات اللاحقة بين الكمبيوترات، لأن الكمبيوترات الاتصالات بيناتها بالنتيجة بدها الـ IP address مشان تقدر تحكي مع بعضها. فالدومين نيم سيستم اللي بنحكي عنه واللي بيعمل نيم اي بي ريزوليوشن هو ديستريبيوتد داتابيز، مش موجود في موقع واحد في العالم، هو موزع، هو نظام موزع زي ما رايحين نشوف. طيب الدومين نيم سيستم هل هو نتورك بروتوكول؟ لا، الدومين نيم سيستم ظلوا متذكرين، الدومين نيم سيستم هو ابلكيشن لاير بروتوكول، هو application layer protocol، بيشتغل على مستوى application layer. فهو بالتالي على الرغم من انه core internet function الا انه implemented على مستوى application layer. وهذا الحكي اللي بيخلي ايش بيخلينا نتعامل مع الكومبلكسيتي بتاعت الانترنت. طيب اول وظيفه او اول سيرفيس للدي ان اس انه بيعمل host to IP resolution، تعطيه www.cnn.com بيرجع لك بالاي بي ادرس تاعها مثلا 213 على سبيل المثال بوينت كذا بوينت كذا بوينت كذا، بيرجع لك بالاي بي ادرس بالاي بي ادرس تاعها. السيرفيس الثانيه اللي هو هوست اليسينج، بالهوست اليسينج في بعض الاسماء على الانترنت، بعض الاسماء على الانترنت كومبلكس وطويله وصعبه، فإحنا بنفضل إنه نتعامل مع إيش؟ نتعامل مع اسم مختصر. فالاسم الطويل المعقد بنختصره في alias، في اسم بديل سهل إنه نتذكره. من خدمات الـ DNS إنه أيضاً بيساعدنا إن نعمل mail server aliasing، إن نعرف نعطي اسم يمثل إيش هو الميل سيرفر الموجود على النتورك. طيب على سبيل المثال في اللود بالانسنج كيف بصير عندنا؟ افرض انه احنا بدنا الويب سيرفر اللي موجود في www.amazon.com. طيب اذا كان في اكثر من ويب سيرفر موجود على ارض الواقع
إذا كان في أكثر من ويب سيرفر موجود في الأمازون دوت كوم راح يرجع لي من الاي بيز اللي أسوشيتد مع الويب سيرفرز واحد منهم مثلا، لنفرض أنه هذول كلهم اي بيز أسوشيتد مع ويب سيرفرز موجودة على الأمازون. فبالتالي بكل دي ان اس نيم اي بي ريزوليوشن راح استخدم different IP address، يعني راح استخدم واحد من الاي بي ادريسز اللي موجوده على amazon.com اللي associated مع ويب سيرفر. وبالتالي ايش؟ وبالتالي ايش؟ هذا راح يوزع الاحمال، بدل ما كل الريكوست تروح على اي بي سيرفر واحد في amazon.com، الريكوست تيجي من عند اليوزرز احمد العتوم مثلا، طب صار ريكوست تاعه مع الويب سيرفر هذا، محمد مثلا صار الريكوست تاعه مع ويب سيرفر مختلف، وبالتالي هذا عمل إشي اسمه لود بالانسينج أو وزع الأحمال. وطبعا هذا مش فانكشن رئيسي مقصود من الدي ان اس، لكن هاي باي ذا واي واحد من السيرفيسز اللي التصميم الدي ان اس الذكي لها بيسمح بالاستفادة منها. تمام. هلأ الدي ان اس سيستم قلنا عنه انه ديستريبيوتد، مش موجود في نقطه واحده بالعالم، نظام موزع، وبالاخير بيشارك فيه ملايين الاجهزه بتشارك في الدومين اي بي ريزوليوشن. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه، ليش ما احنا نعمل السيستم هذا سنترلايزد، يعني بدال ما يكون موزع بالعالم كله نحط السيستم في مكان معين، مكان واحد، وخلي كل الريكوست من العالم تصل لسنجل داتابيز، يعني سنترلايزد، ليش ما نعمله سنجل دومين نيم سيستم؟ قال لك اذا بدنا نعمله سنجل دومين نيم سيستم في مكان واحد في العالم راح يكون سنجل بوينت اوف فيلير، يعني اذا وقع هذا السيستم تتعطل خدمات دي ان اس بالعالم. الترافيك فوليوم، ما هل راح يتحمل الترافيك اللي بيجي من العالم كله؟ طيب ديستانت سنترلايزد داتابيز، لو هذا الدومين نيم سيستم حطيته مثلا في امريكا، كل ما بدي اعمل دي ان اس لازم يروح لترافيك من هون لامريكا ويرجع لي الريبلاي من امريكا لعندي، على اعتبار اني انا بالاردن مثلا على سبيل المثال، لازم ادفع الكوست للترافيك هذا واروح على مكان بعيد وارجع. لا، طيب ليش ما نجيبه هذا السيستم هذا بدل ما يكون سنترلايزد نجيبه قريب من اليوزرز؟ طيب اذا كان موجود هذا السيستم وسنترلايزد وبدك تعمل عليه صيانة، هل أنت يعني تعطل الخدمات لأغراض أنك تعمل الصيانة؟ فبالتالي قضية أنه why not centralized DNS بيجاوبوا عليها بأنه إذا كان centralized it will not scale، إذا كان centralized it will not scale، ما راح يتحمل حجم الطلب المتزايد على الـ DNS services. فعلى سبيل المثال كومكاست DNS server لحاله بيتعامل مع 600 بليون دي ان اس كويريز باليوم. اكامايا بيحكي عن 2.2 تيرا اوف دي ان اس كويريز بير دي، فهي ارقام مهوله، وصعب انه سنترلايز سيستم يتعامل معها. عشان هيك الدي ان اس ما بنقول عنه سنترلايز سيستم، هو ديسنترلايز، نظام ديستريبيوتد. طيب اذا بدنا ناخذ شويه ديتيلز اكثر عن الدي ان اس، الدي ان اس بالنتيجه هو يستضيف او يحتضن بليونز اوف ريكوردز. النظام هذا في عمليات ريد واستعلام اكثر من انه بكتب، غالبا انه النيم هذا ايش الاي بي ادرس، النيم هذا ايش الاي بي ادرس، فبالتالي عمليات استعلام اكثر من عمليات كتابه. قضيه البيرفورمانس قضيه مهمه جدا، ولاحظوا انه على جهازي البسيط لما بفتح الويب براوزر مع كل غالبا مع كل HTTP request بيقابله DNS resolution، يعني مجرد ما تحط باليو ار ال اي اسم سيرفر، اي اسم www.xyz.com whatever، فهاي بدها بالنتيجة مشان جهازك يقدر يتصل معها لازم يكون استدعى قبلها، استدعى الدي ان اس وعرف ايش هو الاي بي، ايش هو الريال اي بي ادرس للسيرفر اللي انت طلبته.
فبالتالي الملي سكندز بتأثر عندنا، الملي سكندز بتأثر ولازم نحسب حسابها لأغراض البيرفورمانس. اكشلي على الرغم انه هذا الدي ان اس ديسنترلايزد او ديستريبيوتد او موزع، في كثير منه مليونز اوف ديفرنت اورجانيزيشنز ريسبونسبل فور ذير ريكوردز. يعني لا تخيل انه كمان انه الريكوردز تاعتك اورجانيزيشنز مسؤوله عنها ناس ثانيين، يعني بالدرجه الاولى بالذات الاورجانيزيشنز الكبيره هم عندهم اوثوريتيف نيم سيرفرز وهم مسؤولين عن الريكوردز، مسؤولين عن الريكوردز تاعتهم. فالداتابيس موزعه وموزعه على اورجانيزيشنز، ومعظم الاورجانيزيشنز مسؤولين عن الريكوردز تاعتهم. ضمن هاي المعطيات بدنا نعرف انه الموثوقيه والريلايبيليتي والامن والسكيورتي مهم. هل من السهل انه نحافظ على السكيورتي والريلايبيليتي للسيستم في هاي التحديات، انه في مليونز اوف ريكوردز وانه ديستريبيوتد وانه لازم يجاوب على مليونز اوف ريكويستس بير سكندز وهل مجرى؟ فهذا تحدي وتحدي كبير. تمام، نشوف الديستريبيوتد هيراريكال داتابيس. داتابيس موزعة بشكل ديستريبيوتد وهيراريكال بشكل هرمي، وكأنه احنا بنحكي عن تري. ففي عندنا بالاعلى في عندنا الروت دي ان اس سيرفرز. الروت دي ان اس سيرفرز وهي محدودة بالعالم، في عندنا 13 روت دي ان اس سيرفر، 13 معمول لهم دبلكت لحوالي 1000 جهاز على مستوى العالم. بعديتها بيجي عندنا التوب ليفل دومين سيرفرز. التوب ليفل دومين سيرفرز في عندنا سيرفرز مسؤولات عن الـ عن الدوت كوم، وإشي مسؤول عن دوت اورج، إشي مسؤول عن الدوت ايديو، وهكذا. بعديتها بيجي عندنا الاوثوريتيف دومين نيم سيرفرز. الاوثوريتيف دومين نيم سيرفرز مثلا الاي بي ادريسز المسؤول عنها الامازون.com. الامازون.com اوثوريتيف سيرفر هو اللي اكشلي راح يعمل الدي ان اس او النيم اي بي ريزوليوشن. ناخذ مثال انه كلاينت بده الاي بي ادرس ل www.amazon.com. اول شغله الكلاينت كويريز الروت سيرفر، بنحكي مع الروت سيرفر بنقول انه الدوت كوم مين مسؤول عنه. الدوت كوم انت يا روت سيرفر، الدوت كوم هذا مين هو توب ليفل دومين المسؤول عنه. طيب نشوف اذا بالابروكسيميشن، بالخطوه الاولى بقول اوكي الدوت كوم هذا انت يا روت سيرفر، الدوت كوم مين مسؤول عنه، مين التوب ليفل دومين المسؤول عنه. بقول لي اوكي هذا هو التوب ليفل دومين نيم سيرفر المسؤول عنه. اوكي بالخطوه الثانيه لما بسال عن الامازون.com، بسال عن الامازون.com، بقول له الامازون.com مين هو الاوثوريتيف نيم سيرفر تاعه، بيعطيني هذا هو الاوثوريتيف نيم سيرفر تاعه. كويس، بعديتها بطلب من الاوثوريتيف نيم سيرفر هذا بقول له www.amazon.com ايش الاي بي ادرس تاعه، وراح نشوف فيه تفاصيل اكثر لقدام. الروت نيم سيرفر الاوفيشال كونتاكت of last resort by name servers that cannot resolve name. عادة احنا هذول لما قلنا ان الروت نيم سيرفرز بالعالم هم 13 سيرفر وفيهم حوالي 1000 نسخة، يعني في منهم دبليكتس من ال 13 لغاية توتالي حوالي 1000، يعني لا تخيلوا انه كل دي ان اس بالعالم بصلهم. Incredibly important internet function اللي هو دي ان اس function. Internet couldn't function without الروت without الروت سيرفرز، لكن مع ذلك بدنا نلاحظ انه احنا بنسمنا DNS SEC لأغراض السكيورتي، مشان نقدر نتحقق من الهوية، مشان نقدر نعمل authentication ونقدر نتأكد انه المسج سالمة واتصل بدون تعديل. طيب الروت سيرفرز هذول، الروت سيرفرز مين مسؤول عنهم؟ مسؤول عنهم منظمة عالمية اسمها الICANN، والICANN اختصار لInternet Corporation for Assigned Names and Numbers. ما بيقدر أي حدا يكون عنده root server بدون موافقة الICANN. root name servers زي ما حكينا قبل شوي فيهم حوالي 13، هم exactly 13 logical root name server. 13 في منهم duplications حوالي 1000 على مستوى العالم، 200 منهم فقط، 200 من الألف تحكي عن حوالي 20% من السيرفرز،
موجودات في أمريكا. واحد بيقول لك طيب يعني تصور 200 من الألف هذول موجودات بأمريكا، إيش معنى أمريكا؟ بتقول له أمريكا هم اللي اخترعوا الإنترنت وظلت ظل الأونرشيب لها عندهم، فبيطلع لهم اخترعوا الإنترنت، فبيطلع لهم هاي الحصة أو حصة الأسد من البنية التحتية من الانفراستراكشر اللي خاص بالإنترنت. في بلدان إذا تلاحظوا إنه فيها زيرو سيرفرز زي هاي، شايف البلدان البيضاء، في مناطق جري بتحكي من 1 لـ10 سيرفرز، مناطق يعني بلو واضح بتحكي عن 21 بلس سيرفر. التوب ليفل دومين سيرفرز بدنا نعرف انها مسؤوله عن الدومينز تاعت الدوت كوم دوت نت دوت اورج وهلم جرا. فعلى سبيل المثال واحد من التوب ليفل دومين سيرفرز عندنا المركز الوطني لتكنولوجيا المعلومات، هو مسؤول عندنا في الأردن على سبيل المثال عن واحد من الدومينز اللي هو .jo. يعني أي IP address مثلا زي مثلا INU Irvine National University .jo بده يعرف إنه هذا الدومين لازم يكون مسجل باستخدام التوب ليفل دومين سيرفر اللي هو مركز وطني لتكنولوجيا المعلومات، لأنه هو مع رخصة الأيكان وهو المسجل الحصري لأي دومين بينتهي في جو. نفس الإشي بالنسبة لبقية الدومينز .سعودي عربيا .UK، في عندهم مسجلين مثلا حصريين في بلدانهم لهاي الدومينز. على سبيل المثال Network Solutions واحدة من الشركات هي Authoritative Registry، مرخصة إنها تسجل دومينز زي .com و.net. إديوكوز مرخصة إنها تسجل التوب ليفل دومين اللي هو دوت إديو. تمام. بالنتيجة بعد التوب ليفل دومينز في عندنا اللي تحت بالليفل الثالث اللي هو الأوثوريتيف دومين نيم سيرفرز، وهاي بتكون مملوكة للأورجانيزيشنز. يعني مثلا أمازون دوت كوم عندهم واحد، الياهو عندهم واحد، وهلم جرا. هلا احنا عادة لما بنودي الريكوست ما بنودي مباشرة للروت سيرفر ولا للتوب ليفل دومين سيرفر على الشبكة ولا حتى للأوثوريتيف سيرفر. احنا بنوديه لما بصير في عندي ريكوست بوديه لإشي اسمه اللوكال دي ان اس سيرفر اللي بكون عندك بالشبكة. يعني ما في شبكة الا فيها هذا الدومين. فاذا كان الاي بي ادرس موجود على اللوكال دومين نيم سيرفر بيرجع لك اياه، اذا مش موجود بده يضطر يجيبه من الهيراركي. فهذا الاي بي ادرس اذا موجود بيرجع من الكاش، اذا الاي بي ادرس اللي بتسال عنه موجود بالكاش بيرجع، اذا مش موجود بدك اللوكال دي ان اس بيعمل فوروردنج للريكوست، بيرفع الطلب تاعك بالهيراركي اللي شفناه قبل شوي للاعلى مشان يجيب لك الاي بي ادرس. على الويندوز على سبيل المثال اذا بتعمل اي بي كونفيج سلاش اول تقدر تشوف مين هو الدي ان اس نيم سيرفر تاعك. اللوكال دي ان اس سيرفر doesn't strictly belong to a hierarchy، يعني هو مش من ضمن الهيراركيز اللي موجوده اللي هي الروت اللي حكينا عنها، التوب ليفل دومين والاوثوريتيف. اللوكال بيكون موجود عندك على الشبكه تاعتك لاغراض انه يعمل لك كاشينج سيرفيسز، بس هو مش جزء من doesn't strictly belong للهيراركي اللي حكينا عنه. نشوف الاكزامبل. في عندنا هوست اسمه engineering.nyu.edu. هذا الهوست بده يحاول يعرف ايش الاي بي ادرس لقيها .cs.umass.com اللي هو لسيرفر هذا. يعني هذا الكلاينت بده يحكي مع هذا السيرفر، فمشان يحكي مع هذا السيرفر بده يعرف ايش الاي بي ادرس اللي للسيرفر هذا اللي هو gaia.cs.umass.edu. احنا لاحظوا انه بنحكي عن نظام من انظمه الريزوليوشن بنسميها الايتريتد كويري. فاذا في ستيب 1 الكلاينت بيحاول يقول اوكي، يطلب الاي بي ادرس من اللوكال دي ان اس سيرفر، من اللوكال دي ان اس سيرفر بقول له يا لوكال دي ان اس سيرفر الجيا.cs.umass.edu ايش الاي بي ادرس تاعه. هلا لو كان اللوكال دي ان اس سيرفر بيعرف الاي بي ادرس كان رجعه وانتهينا،
لكن اذا كان بيعرفش ايش الاي بي ادرس بقول له اي دونت نو، فعشان هيك بده يحاول يعمل فورورد للريكوست، بيطلب فورورد للريكوست بالهيراركي بالتري للاعلى. فاول شغله بروح على الروت دومين نيم سيرفر، بيقول له يا روت الدوت اديو مين هو التوب ليفل دومين المسؤول عنها؟ كويس، فبيرجع له الجواب في ثلاث، بيقول له مين هو التوب ليفل دومين نيم سيرفر المسؤول عن الدوت اديو. تمام، خطوه 4 بيقول له مين هو المسؤول او الاوثوريتيف دومين نيم سيرفر المسؤول عن اليوماس دوت اديو. في هون في 2 سأله قال له من هو التوب ليفل المسؤول عن الدوت اديو. في خطوة 4 بقول له من هو الاوثوريتيف المسؤول عن اليوماس دوت اديو. تمام، بيرجع له في 5 مين هو الاوثوريتيف نيم سيرفر المسؤول عن اليوماس دوت اديو. في خطوة 6 بصير اتصال مباشر بين اللوكال دي ان اس سيرفر، بيحكي مع الاوثوريتيف دي ان اس سيرفر، والاوثوريتيف لليوماس دوت اديو اللي هو دي ان اس دوت سي اس دوت يوماس دوت اديو زي ما انتم شايفين. كويس، هلا بالخطوة اللي بعديتها رايح هذا الاوثوريتيف نيم سيرفر يرجع ايش؟ يرجع الاي بي ادرس لللوكال، الاي بي ادرس المطلوب. طيب الاي بي ادرس اللي مطلوب لللوكال كيف بيساوي فيه اللوكال دي ان اس سيرفر؟ بيجي بخزنه عنده بالايش؟ ما يعرف بالكاش. ففي 8 بيرجع الاي بي ادرس المطلوب. لاحظوا الخطوات مشان اعرف الاي بي ادرس في نظام هذا في الايتريتد كويري، مشان اعمل نيم ريزوليوشن، اعمل نيم ريزوليوشن يعني احول النيم من jia.cs.umass.edu مشان احوله لاي بي ادرس او اعرف الاي بي ادرس المكافئ، اعمل نيم ريزوليوشن، اضطريت اني امر في 8 خطوات هذول. لو كان الاي بي ادرس موجود على اللوكال دي ان اس سيرفر هيرجع مباشره. ودير بالك حتى اللوكال دي ان اس سيرفر مش بس بيخزن الاي بي ادريسز، بكيش اصلا التوب ليفل دومين نيم سيرفرز. يعني اللوكال دي ان اس سيرفر ممكن يختصر خطوات 2 و3، لانه اصلا بيكون التوب ليفل دومين نيم سيرفرز للدوت اديو معروفات عنده وموجودات عنده بالكاش. نشوف هلا طريقه ثانيه. اول طريقه اللي اخذناها الايتريتيف كويري، خلينا نشوف شيء اسمه ريكيرسيف كويري. ناخذ ريكيرسيف كويري ونشوف ايش الفرق بين الطريقتين. نفس المثال السابق انه engineering.ny.edu هذا هو الكلاينت، بده يعرف الاي بي ادرس lja.cs.umass.edu. فبالحاله هاي بده يطلب اول خطوه، يطلب من اللوكال دي ان اس سيرفر، يقول له اعطيني الاي بي ادرس lja.cs.umass.edu. لو موجوده عنده كان رجعت، بس نفرض انها مش موجوده، بيطلب الاي بي ادرس lja.cs.umass.edu، بيطلبها من وين؟ من الدي ان اس سيرفر، بيطلبها من الروت دي ان اس سيرفر. هلا مش موجوده عند الروت بيرجع بقول اوكي هي مش موجوده عندي، لكن اللي بيعرف معلومات عنها اكثر التوب ليفل دومين نيم سيرفر اللي تحتي، فبيطلب من التوب ليفل دومين سيرفر. مش موجوده اكيد هناك، لانه لازم تكون الاي بي ادرس موجوده على اوثوريتيف دي ان اس سيرفر، بيطلبها من الاوثوريتيف موجوده عنده فور شور الاي بي ادرس، والاوثوريتيف دي ان اس سيرفر هذا بيكون مملوك اصلا من الاورجنايزيشن نفسها وعليه الاي بي ادرس بتاعت الاجهزه بتاعته. ففي 5 عنده الاي بي ادرس ترجع لا توب ليفل دومين نيم سيرفر، توب ليفل دومين نيم سيرفر برجع الاي بي ادرس اللي رجعه للروت، والروت برجعه للكاش، والكاش برجعه للكلاينت. لاحظوا هاي كمان 8 خطوات مشان اجيب الاي بي ادرس او مشان اعمل دي ان اس نيم ريزوليوشن، نفس العدد السابق. بس لاحظوا المره هاي البيردن اي يعني العبء حل المشكله ما ظل على اللوكال دومين نيم سيرفر زي السابق. العبء صار انه بالريكيرسيف كويري
انه اللوكال دي ان اس خلص طلب الطلب ونسيه، طلب بالخطوه رقم 2 الطلب من الروت وعلق الروت مع الروت دي ان اس، ظل متعلق بالسلافه هاي. الروت طلب بخطوه 3 وظل ينتظر الجواب، والتوب ليفل دومين سيرفر دخل بالعمليه وظل ينتظر بالجواب. لما رجع الجواب للروت دي ان اس في خطوه 6، الروت دي ان اس في خطوه 7 بيرجع الجواب. لاحظ الحمل كله، الحمل كله البيردن اوف نيم ريزوليوشن بينحط على الكونتاكتد نيم سيرفر. يعني انت بتطلب من الكونتاكتد نيم سيرفر اعطيني الاي بي ادرس وتنسى الموضوع. مشكله الكونتاكتد نيم سيرفر هو اللي مشكلته، هو اللي يجيب لك الاي بي ادرس. في النظام السابق اذا برجع، حاول ارجع على السلايد السابق، لاحظوا بالسلايد السابق العبء ما راح على الروت دي ان اس سيرفر، العبء لسه موجود وين؟ على اللوكال دي ان اس. لوكال دي ان اس طلب من الروت رجع له مين هو التوب ليفل دومين سيرفر، بخطوه 4 عمل كونتاكت مع تي ال دي اللي هو التوب ليفل دومين دي ان اس سيرفر، رجع له مين هو الاوثوريتيف. لاحظوا العبء موجود وين؟ على اللوكال دي ان اس، واللوكال دي ان اس عاده بيكون سيرفر عندك انت في مؤسستك، فانت اعباءك انت قاعد انت بتحملها، مش عمالك تعمل بتحط العبء على الكونتاكتد نيم سيرفر. طلب من الاوثوريتيف، رجع له من الاوثوريتيف، والاوثوريتيف رجع له بخطوه 8 بالاي بي ادرس. اينما بينما بالريكيرسيف، بالريكيرسيف احنا بنطلب من اللوكال دي ان اس سيرفر، هو بيطلب من الروت، الروت بعده معلق لاحظ بيستنى بجواب. الروت طلب من التي دي تي ال دي، تي ال دي طلب من الاوثوريتيف، الاوثوريتيف رجع له الاي بي، والاي بي رجع بستة، الاي بي بسبعة محمول كمان، الاي بي المطلوب رجع بالخطوة 8. فالعبء هون على اوف نيم ريزوليوشن از بينج بوت على مين؟ العبء على الكونتاكتد نيم سيرفر. وبتلاحظوا انه هون بالحاله هاي هذا النموذج عشان هيك بيرفورمانس وايز مش بريفيرابل على النموذج السابق اللي هو الايتريتيف. احدى طرق تحسين البيرفورمانس في النظام الدي ان اس ان نستخدم الكاشينج. وباستخدام الكاشينج انه اي نيم سيرفر بيعرف انه مثلا النيم هذا له الاي بي هذا، اذا قدر يربط بين نيم، عرف النيم xyz.com مثلا الاي بي ادرس تاعه 213.kada.kada.kada، فاذا عرف الاي بي ادرس بخزنه وين؟ بيخزنه في الكاش. اذا حدا طلب الاي بي ادرس لهذا النيم سيرفر بيرجع له ايش؟ بيرجع له الاي بي ادرس بشكل ايميديت. وبالتالي الدي ان اس كاشينج هون بيحسن الريسبونس تايم، يعني بدل ما انا اروح برحله طويله اروح على الروت نيم سيرفر وعلى التوب ليفل دومين نيم سيرفر، خلاص بلاقي الاي بي ادرس اللي بدي اياه في الكاش تاعي. لكن مشكله الكاش انه الريكورد اللي موجود في الكاش له تايم تو ليف، له مده عمر معينه، اذا تجاوز هذا العمر it is going to expire، بصير invalid. وبالتالي التوب ليفل دومين سيرفرز تيبيكالي هم كاشت في اللوكال، في اللوكال نيم سيرفرز، مشان نقلل من رحله البحث. والكاش انتريز مي بي اوت اوف ذيس زي ما حكينا، لانها مرتبطه بتايم تو ليف. اذا التايم تو ليف او تي تي ال اكسبيرد بصير الانتري اكسبيرد، وبالتالي لازم نجيبها من الليفل الاعلى بنيم ريزوليوشن هيراركي. كويس، لاحظ انه طيب اذا السؤال طالما سؤال بيقول طالما إلها عمر محدد، افرض انه العمر لسه شغال، ونقول انه cnn.com الاي بي ادرس تاعها عندنا بالكاش اللي هو 213.21 الى اخره. هلا اذا فرضنا هاي موجوده بالكاش، لنفرض انه جماعه سي ان ان غيروا الاكتوال اي بي ادرس، غيروا الاكتوال اي بي ادرس، هذا يعني انه الريكورد اللي عندي صار انفاليد، هذا الريكورد بطل يصير. اذا هم الاصل غيروا الاي بي ادرس تاعهم، معناته الريكورد تاعي صار انفاليد، واذا الريكورد تاعي صار انفاليد بدي احاول احصل عليه بلقاه بالكاش، بستخدم رقم اي بي غلط، وبالتالي ما راح تنجح عمليه الاتصال بيني وبين cnn.com.
فبتصير حالات زي هيك عبين ما إيش، عبين ما إنه المصدر الكاشز جت ريفرشت بالهيراركي وتغيرت للنيو اي بي ادرس، ما بيشتغل عندي الموقع لغايه لما تتحدث الاي بي ادرسز، ما بيشتغل الموقع من عندي اصلا لانه انا عندي اوبسيديت فاليو او اكسبايرد فاليو. ذكروا انه الدي ان اس هو بيست ايفورت نيم تو ادرس ترانسليشن بروتوكول. الدي ان اس ريكوردز على الرغم انها موجوده بالملايين في الانترنت الا انه هاي الدي ان اس ريكورد بسيطه وتتكون من 4 أعمدة فقط. كل ريكورد، كل ريسورس ريكورد مكون من النيم والفاليو والتايب والتايم تو ليف او التي تي ال. بدنا ننتبه لشغله انه مشان نقدر نفهم الريسورس ريكوردز، كل فهم الريسورس ريكوردز مرتبط بالتايب، مرتبط بالتايب. هذا الريسورس ريكورد اللي هو مكون من 4 values لازم نعرف التايب بالاول بالريسورس ريكورد. بناء على التايب نقدر نفسر المحتوى النيم والفاليو الموجودات. اذا ما عرفت التايب النيم والفاليو ما بتقدر تفسر محتواهم. فاذا كان التايب A يعني بما معناته اذا دخل بالريكورد A اذا موجود بالتايب A شو بكون قيمة النيم؟ النيم بكون فيها الهوست نيم، هذا الفيلد بكون فيها الهوست نيم، وهون بكون فيه الاي بي ادرس. يعني مثلا بيكون عندنا بالنيم CNN www.cnn.com الفاليو بكون فيها 2.213.x.x.x مثلا، وهون بيكون داخل A. فإذا كان التايب داخل A بيكون النيم موجود فيها اسم، بيكون موجود فيها الاسم والفاليو موجود فيها الاي بي ادرس. تمام. إذا كان التايب فيها NS يعني إذا التايب هاي فيها NS النيم بيكون فيها إيش؟ بيكون فيها الدومين نيم زي مثلا على سبيل مو معطيك على سبيل المثال food.com والفاليو فيها الهوست نيم اوف اوثوريتيف نيم سيرفر سيرفر. يعني لما بيكون عندنا هذا الان اس موجوده في التايب، تمام، القيمه النيم، قيمه النيم ايش بتكون؟ بتكون عباره عن الدومين اللي هو زي food.com، والفاليو ايش بكون فيها مخزن الفاليو؟ the host name of the authoritative name server for the domain. تمام. اذا كان التايب موجود فيها cname معناته احنا بنحكي عن alias. alias يعني بدي اسم بسيط اربطه مع اسم معقد، اسم بسيط اربطه مع اسم معقد. يعني على سبيل المثال ممكن يكون عندي الاسم البسيط www.ibm.com هون بالنيم، والاسم الصعب زي هذا server east.backup2.ibm.com بتكون وين موجودة؟ موجودة في الفاليو. والتايب ايش بكون موجود فيها؟ cname تايب موجود. فبالتالي هذا اللي هو www.ibm.com هو alias يعني اسم بديل وبسيط وسهل الحفظ، هو alias للاسم الحقيقي هذا الكانونيكال نيم الصعب. كانونيكال نيم يعني كومبلكس نيم او اسم صعب او اسم طويل. تمام. فاذا كانت التايب سي نيم بيكون الفاليو هون فيها الالياس، عفوا النيم فيها الالياس والفاليو هون فيها الكانونيكال نيم او الاسم الصعب. تمام. اذا كان بالتايب موجود في ام اكس ريكورد بيكون الفاليو فيها النيم للسيمبل ميل ترانسفير بروتوكول سيرفر. طيب اذا بدنا نعمل ديك داون نحفر شوي ونشوف تفاصيل اكثر عن الدي ان اس بروتوكول مسجز، بدنا نلاحظ انه مكون من كويري وريبلاي مسجز، والكويري والريبلاي مسجز هم ليهم نفس ستراكشر، هم ليهم نفس الستركتشر بالضبط نفس التفصيل. كويس. في المسج هيدر، بالمسج هيدر ايش بنحط؟ عندنا رقم الكويري او رقم الريسبونس، يعني ما بفرقش. رقم الكويري من 16 بت نمبر. الكويري والريسبونس بيستخدموا نفس الرقم على فكره، بيستخدموا نفس الرقم مشان يقولوا انه ايش، انه هذا الريسبونس لنفس الكويري. بيفرقوا بالفلاج، كيف تعرف انه هاي كويري ولا ريكوست؟ من الفلاجز. الفلاجز بتحدد انه هاي هي كويري عمليه طلب معلومات ولا عمليه ارجاع لمعلومات.
أو إلا عملية إرجاع لمعلومات. The questions, name with type fields. نشوف مثال هون. network.utopia. network.utopia هذا بده اسم شركة وهمي مفترض، بده برزنس على الإنترنت، بده ينشر موقع على الإنترنت. الخطوة الأولى شو بده يسويها؟ لازم يسجل network.utopia أو أي اسم بده إياه. .com بده يروح على register يسجله. يعني مثلا هو اختار زي هيك، بدروح على DNS Registrar سجله، بروح على شركة زي Networks Solutions بسجل له الدومين نيم تاعه اللي اشتراه مثلا. في Registrars تانيين موجودين على الانترنت زي Bluehost زي GoDaddy. هلأ انت عندك بالشركة بده يكون في عندك سيرفرز وبده يكون عندك IP addresses. اصلا يفترض بالبست براكتس انك تخصص اشي من السيرفرز برايمري سيرفرز وسكندري سيرفرز للDNS. هسا انت لما تسجل هذا، لما تسجل هذا مع الريجيسترر، مع الريجيستر لنفرض انه نتورك سوليوشنز او جوج دادي او بلو هوست، افرض انك سجلته هذا، افرض انك سجلته، هم بيحطوا تو ريكوردز اتليست عندهم في الـ في الـ في الدومين نيم سيستم، بيضيفوا تو ريكوردز. احنا مش قلنا في عندنا الار ار ريكوردز، هذول الريكوردز اللي بيضيفوهم. اول واحد بيضيف ان اس ريكورد شو بقول؟ بيقول انه هذا الدومين نيم اللي هو network utopia.com هذا الدومين نيم مين هو الاوثوريتيف دومين نيم سيرفر؟ هيو هذا الدومين نيم مرتبط مع هذا الاوثوريتيف دومين نيم سيرفر dns1.networkutopia.com. هذا الاوثوريتيف نيم سيرفر بيكون مملوك اصلا، مملوك إلنا، مملوك للشركة هاي أصلاً. كويس. الريكورد تايب تاعه قلنا إذا الريكورد تايب NS معناته هذا دومين نيم وهذا هو الأثوريتيف DNS سيرفر. هسا بدنا نحط إنه الأثوريتيف هذا نفسه بدنا نفتح له ريكورد ثاني. إيش هو الاي بي أدرس تاعه؟ يعني هذا الأثوريتيف اللي هو dns1.networkutopia.com إيش الاي بي أدرس تاعه؟ بقول لك الاي بي ادرس تاعه عندنا في الشركه تاعتنا 212.212.212.1 هذا الدي ان اس. وطبعا الريكورد تايب بده يكون ايه؟ ليش الريكورد تايب بده يكون ايه؟ لان بنحط ايش؟ بنحط النيم نربطه مع ايش؟ مع اكتوال اي بي ادرس، مع اكتوال اي بي ادرس. فهذول السطرين اللي بينحطوا او الريجسترر اللي سجلت معهم بضيف لك اياهم عنده على الدومين نيم سيستم. هلا لاحظوا كل هالديستريبيوتد دي ان اس سيكيورتي وديستريبيوتد ستراكشر الموجود عندنا هون، بيروح في ريسك وريسكس خطيره جدا اللي هي الدينايل اوف سيرفيس اتاكس. تخيلوا انه الدومين نيم سيستم الموجود عندنا يقع تحت ديستريبيوتد دينايل اوف سيرفيس ونمنع خدمه الدي ان اس عن العالم، بصير يبطل حدا يقدر يحكي مع حدا، لأنه مشان أي جهاز يحكي مع الثاني بده يستخدم خدمة DNS يحول من اسم لآي بي. فإذا تعطلت هاي الخدمة في العالم بتشكل مشكلة. صار في أحداث زي هيك عالمية، لكن لحسن الحظ إنه Distributed Structure الموجود عندنا هون خلى تأثيرها محدود. فعلى سبيل المثال إنه الروت سيرفرز، إنك تحاول تعمل بومباردينج، تغرق الروت سيرفرز بترافيك، هاي العملية لغاية الآن لم تثبت إنها ناجحة، يعني وما حدا قدر يعملها بسبب إنه في عندنا ترافيك فلترينج، في عندنا فايروال سوليوشنز تستخدم على الروت سيرفرز، بسبب إنه اللوكال دي ان اس سيرفرز كاش الاي بيز اوف توب ليفل دومين سيرفرز. احنا عندنا على الكاش بنخزن الاي بيز وبنخزن توب ليفل دومين نيم سيرفرز، فبالتالي احنا نادرا نسبيا طبعا ما نرجع دائما للليفل الاعلى اللي هو الروت سيرفرز. فبالتالي البيردن لا يلقى على الروت سيرفرز، وعشان هيك ال 2000 سيرفر الموجودات في العالم اللي هم من اصل 13 موجود منهم نسخ، موجود منهم 1000، انا اسف، هذول ال 1000 سيرفر الموجودات في العالم كافيات انهم يقدموا خدمه، لانه احنا الروت سيرفيسز اللي بدي اياها من الروت بتكون دائما قليله. المشكله وين؟ لو كان التوب ليفل دومين سيرفرز نقدر الاتاكر يعملهم بومبارد ويغرقهم بالترافيك، هاي بتكون عمليه صعبه
وعملية مؤثرة جدا. التوب ليفل دومين سيرفرز تذكروا انهم هم المسؤولات عن بيقدروا يعرفوا registration details و resolution details عن .com.do.net وهلما جرى. كويس، هون وين المشكلة؟ وين المشكلة؟ المشكلة تصور انت لما تروح تعمل تطلب IP من سيرفر ويكون معمول له spoofed، يعني بيكون في عندك على الطريق سيرفر malicious متعد انتحل شخصية سيرفر حقيقي، سيرفر حقيقي، وبالتالي انت لما تودي له names برجع لك bogus IPs، برجع لك IPs مزورة. تقول له مثلا رجع لي الاي بي ادرس تاع cnn.com، المفروض مثلا يرجع لك 212.212.212 مثلا اكس، بروح برجع لك رقم ثاني، برجع لك رقم ثاني. والخطورة لو رجع لك رقم ثاني لسيرفر انت تتخيل انه حقيقي، بيكون مقلد cnn.com، وبالتالي انت بتصل للسيرفر غلط بدل ما تصل للسيرفر صح. هاي العملية السبوفينج اتاكس اللي ممكن تصير على الدي ان اس بتؤدي الى ما يعرف بالدي ان اس كاش بويزنينج، يعني لما بيرجع لك اي بي ادرس غلط وبتتخزن عندك على اللوكال كاش او على اللوكال دي ان اس سيرفر، هذا ما يسمى بعملية تسميم الدي ان اس كاش او الدي ان اس كاش بويزنينج، انه يكون عندك الكاش فيها اي بي ادرس غلط. والاي بي ادرس غلط هاي حتى لو ما كانت يعني بتأدي بيك انك تصل لمواقع مزورة بتقلد المواقع الأصلية، ممكن تصير اتصالاتك تفشل لأنه بتحاول تعمل كوميونيكيشن مع اي بي ادرس غلط، وبالتالي انت بتنقطع عنك الخدمات طالما انه موجودة بالكاش وطالما انه time to live لسه هاي الريكوردز مش expired بالكاش. once انه got expired ممكن انه اثناء عملية الريفرشمنت تقدر تجيب الاي بي ادرسز الحقيقية. عشان هيك لأغراض السيكوريتي ولأغراض الاثنتيكيشن ولأغراض الانتجريتي الدي ان اس بيستخدم الدي ان اس سيك، والتفاصيل تاعته موجودة بالريكوست فور كومنتس دوكيومنت اللي هي 4033. بهون لغاية هون بيكون انتهينا من الفيديو المخصص للدي ان اس. نقول آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.